بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وبعد، حياكم الله وأسعد الله جمعتكم وسائر أيامكم بكل خير. أنا الآن في الجهة الجنوبية الشرقية لمدينة الطائف، وتحديدا على بعد حوالي 60 كيلومتر تقريبا، وهذه الديار كانت ديارا لبني سعد ابن بكر، وهذه الديار تشرفت بأن رضع النبي صلى الله عليه وسلم من أحد النسوة، وهي حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية رضي الله عنها وأرضاها. هذه المواقع يقال أنها تشرفت بأن جلس فيها ومكث فيها الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام طيلة 4 سنوات، فترة الرضاعة وفترة النشأة. ويقال أن هذا الموضع أيضا حدثت فيه واقعة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم بالصواب، لكن هكذا تناقل أهل السير كما هو في كتابنا، كتاب الدليل السياحي الإلكتروني لزوار بيت الله الحرام. هذا هو الكتاب، وأيضا يذكر هذا الكتاب ويذكر غيره من الكتب أن منزل حليمة السعدية يقع في هذا الموضع. الآن نصور لكم الموضع الآخر. هذا هو الموضع الآخر، ينسب ويقال أنه منزل حليمة السعدية رضي الله عنها مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم. وبالأسفل بالقرب من هذا البئر يقال أن هناك أيضا مسجدا ينسب لحليمة السعدية رضي الله عنها. المسجد الآن غير موجود وغير يعني مندثر الآن. المسجد الشيخ عبد العزيز حياك الله، والشيخ عبد الرحمن بخش. سبحان الله، يعني إحنا بالسيارة، رغم أنه إحنا في السيارة، وصلنا بشق الأنفس إلى هذا المكان، فكيف كانوا أيام زمان كيف يصلوا إلى هذه المناطق؟ فسبحان الله. جول نطلع كلها شق. إيه والله صحيح. منطقة واعرة أصلاً. إيه نعم. يعني أنا أقول لك نو. كيف صار شكلي مع الهواء والغبر والسفر؟ الله المستعان. اللي حفار بيقول. يعني سبحان الله شيء عظيم. كانوا يتحملوا مصاعب. انت الان واقف في مكان يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي فيه هنا في هذه المنطقه، حتى وين ما صحت انه كان يعني بنفس العين، يعني يقال بنفس الجهات، نفس المنطقه هذه فيها عبق النبوه صلى الله عليه وسلم، ونزل فيها جبريل عليه السلام. اي سبحان الله، شيء عظيم. طبعا يذكرون بعض الروايات انه ايضا رضع في مكان اخر في منطقه قريبه من هذا المكان، لكن يعني ممكن يحمل على انه قد يكون رضع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان، وقد يكون رضع في مكان اخر، لانه هذه القبائل قبائل متنقله، يعني لا تبقى في مكان واحد، فقد تكون بقيت مده من الزمن في هذا المكان وانتقلت الى مكان اخر. فهذا هو التوجيه، والله تعالى أعلم. ومقطعنا هذا وتصويرنا هذا ليس من باب أيضا الحث على هذه الزيارة، وإنما من باب أن نقف على بعض المشاهد التي وقف عليها النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في صغره أو في كبره. والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.